انعقدت فعاليات ملتقى الفنون والحرف التراثية في دورته الخامسة، والذي نظمه مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل، وهو يهدف لإلقاء الضوء على الموروث التراثي المصري وأهميته في تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، كذلك تشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية. جايين هنا لمتحف الطفل لتعليم الأطفال، معرض ورش، معرض سجاد وكليم وحصير وخزف وخيامية وطبعا ورش جنب لتعليم الصغار الأطفال. دي مهنة الكليم بتاع مهنة أجدادنا القدماء المصريين، ومهنة من التراث القديم. بنشارك في معرض الطفل والحضارة عشان نيجي هنا نعلم ورش أطفال عن الحصير والكليم والسجاد والخيمية. تمثل فعاليات الملتقى حدثا حيويا في التراث الثقافي المصري، بما يوفره من مناخ مناسب لتعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي، كما تعد انعكاسا واقعيا لهوية المجتمع وتجسيدا حيا لعراقة التراث المصري. أعتقد إنه دور مهم جدا ومكانة مهمة جدا، بتلقى يعني اهتمام من المجتمع، خاصة إنه ده مستقبل أطفالنا. فكرة الثقافة والإبداع إن احنا لو لازم نزرعها جواهم من صغرهم، وإن احنا نروح للأماكن المختصة أو المتخصصة في ده، وده بالتأكيد بيعمل تنوير كبير جدا لآفاق وعقل الطفل. خلوني أرحب بضيفة حضراتكم، أرحب بالأستاذة فاطمة مصطفى من مركز الحضارة والإبداع للطفل، وأيضا نائب مدير متحف الطفل. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير. كلميني عن المركز الرائع ده، وعايزين ننور عليه، لأنه زي ما أنا شفت في التقرير ده كان جزء بسيط من اللي موجود عندكم في هذا المركز. يعني ماذا يفعل مركز الحضارة والإبداع؟ خليني أبدأ بالتعريف بالمركز. مركز الطفل للحضارة والإبداع هو أحد مؤسسات جمعية مصر الجديدة، وهي جمعية أهلية بيتبعها عدد من المؤسسات الثقافية، منها على سبيل المثال مكتبة مصر الجديدة في شارع العروبة، مكتبة المستقبل في جسر السويد، ومكتبة الأسمرات. وأحد أهم وأكبر مراكزها هو متحف الطفل، مركز الطفل للحضارة والإبداع. مركز الطفل للحضارة والإبداع أنشئ سنة 1996 كأول وأكبر متحف للطفل في الشرق الأوسط وفي إفريقيا كلها، وأعيد تطويره وأعيد افتتاحه مرة تانية ليواكب أحدث وسائل التعليم الترفيهي وأحدث استخدامات التكنولوجيا في التعليم الترفيهي، وأعيد افتتاحه مرة تانية سنة 2012. المتحف بيشغل مساحة 14 فدان من الحدائق، المباني بتشغل حوالي 10% بس من إجمالي المساحة، وبالتالي إحنا بنوفر بيئة مختلفة تماما للأطفال. بيصنف المركز كأحد المؤسسات في التعليم الغير رسمي أو الغير مباشر، واللي ليه دور مهم جدا في تشكيل كيان الأطفال. المتحف بيتكلم عن مصر عبر الزمن، فبنعرض مصر مكان وزمان، حضارة وأرض، مش حضارة بس. وده علشان نوصل مسج ان احنا ابناء مصر وعلينا مسؤولية ان احنا نبني حضارتنا بنفسنا زي ما اجدادنا بنوها قبلنا. فبنلاقي ان المتحف بيتمتع بحديقة تعليمية، وده ترند مش موجود في كتير من متاحف الاطفال في العالم. يعني متاحف الاطفال دي منتشرة على مستوى العالم كله، بس احنا بنحظى ان احنا عندنا حديقة تعليمية بتميزنا عن كتير من متاحف الاطفال. الحديقة التعليمية بتحكي قصة الأرض المصرية من آلاف السنين وبداية نشأتها، وإزاي الإنسان كان بيعيش جوه كهوف، وإزاي الأرض اتشكلت، وإزاي النيل نحت أرض مصر وشكلها، والبيئات المختلفة اللي موجودة، البيئة الريفية والبيئة البدوية. وبنقدم خدمة متنوعة كبيرة جدا جدا علشان نحكي عن التراث المصري، سواء التراث الطبيعي او التراث الثقافي. وبنعرض، بنستخدم حتى في الحديقه تكنولوجيا عاليه جدا. يعني مثلا عندنا برنامج عن الديناصورات، احنا
بمتابعتنا الاكتشافات اللي عملتها جامعة المنصورة في مجال اكتشاف حفائر الديناصورات اللي موجودة في مصر. بنقدم التراث الطبيعي ده للأطفال باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي الفي ار، فبالتالي الطفل بيلبس نظارات. كمان بتحدثه طبعاً وبتستخدموا التكنولوجيا طبعاً. لأنه هي دي اللغة اللي النهاردة الأطفال بيفهمها بالظبط، غير ما هنحكي له. احنا بنستخدمها كأداة لجذب الأطفال للعلم والمعرفة، مش أداة للإلهاء. يعني كتير من الناس بتستخدمها كأداة بتلهي بيها الطفل، هو عايز يفسحه ويخرجه فبيجي كده ويلعبه وبس. الموضوع مش كده خالص، الموضوع عندنا مختلف شويتين، لأن احنا بنكون حريصين ان احنا نصمم المحتوى التعليمي اللي بيوصل للطفل من خلال هذه الوسيلة الجذابة. هي بالنسبة لنا مجرد وسيلة جذابة مش غاية في حد ذاتها. انتوا متخصصين في ده طبعا، يعني بتستخدموا كمان اهل العلم في القصه دي طبعًا. ما هياش بشكل عشوائي، لا 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 خالص خالص خالص. يعني احنا عندنا حتى الستاف معظمه كله متخصص في مجال التعليم الترفيهي والتعليم التفاعلي باستخدام الحواس المختلفه، وبنمزج ده باستخدام التكنولوجي مع استخدام الحواس. طيب استاذه فاطمه، انا برضو بعرف انه عندكم قسم خاص بالبحوث وال يعني المخترعين والمبتكرين من الأطفال، وبتهتموا بيهم وبتحتضنوهم كمان. دي حقيقة. احنا عندنا الرسالة الأساسية بتاعتنا بنوجهها من خلال مبنى المتحف. مبنى المتحف بيتكلم عن مصر عبر الزمن، فبنعرض الحضارة الفرعونية، الحياة اليومية للقدماء المصريين، وبنعرض مصر النهاردة. فبنوري للولاد، بنحط الطفل قدام البيئة بتاعته وقدام اختيارات عليه ان هو يختار الصح اللي هيحسن من اداء البيئه وهيخلي البيئه مستدامه والحياه كلها المصريه مستدامه، او هيختار الغلط فكل اللعبه بتاعته مش هتكمل. يعني مش هيقدر يستمر فيها. وبعدين دود للمستقبل اللي هو احلم بشكل مصر، من خلال ان احنا بنعرض له العلماء اللي عاشوا في مصر وانجازاتهم في العلوم كلها على مدى العصور بالظبط. القدوه بقى دي مهمه قوي، والمسج القدوه والرساله اللي هو انت هتكمل ازاي بعدهم، انت هتصنع حضاره بلدك ازاي. وبالتالي الطفل بيخرج بطاقه كبيره جدا عنده ان هو يعمل ويبدع بنفسه. وعشان كده اسم المكان متحف الطفل للحضاره والابداع. والابداع. طيب اكتر قسم بيحوز على اهتمام الاطفال واعجابهم بيه ايه في المتحف؟ المتحف طبعا. المتحف بص، هو كل المتحف بيحوز على اهتمام الاطفال، لان في كل جزء في حاجات تفاعليه واستخدام عالي جدا للتكنولوجيا. يعني احنا مثلا لما بنعرض مقبره توت عنخ امون، بنعرض هاورد كارتر مكتشف المقبره في شكل هيلوجرام، فبيظهر الشخص للاطفال وبيحكي هو ازاي اكتشف مقبره توت. تكنولوجيا حاصلة في العالم كله، الهيلوجرام ده اللي هو بيحضر الشخص نفسه قدام الأطفال وبيتكلم كمان معاهم. طيب أنا عايز أقول لحضرتك كمان إن ده بقاله معانا مثلا 8 سنين شغال، 8 سنين، فكنا يعني ترند عالي جدا إن إحنا إزاي أجذب الطفل. أنا لو قعدت أحكي للطفل قصة هاورد كارتر وإزاي اكتشف مقبرة توت عنخ أمون، الطفل مش هيستمتع معايا، لكن لما أظهرها له إبهار بتاخد انتباهه وبيقف طبعًا. وبيسمع طبعًا. وبيستفيد جدا. تاتش سكرينز، شاشات بتعمل باللمس وجواها ألعاب، بس الألعاب دي علشان توصل مجموعة من المعلومات. طيب أنا عايز أجي للناحية التعليمية في المتحف. تمام. بتستقبلوا الأطفال ازاي؟ الاشتراكات شكلها ايه؟ ايه الاقسام اللي انتوا شغالين عليها مع الاطفال؟ اكيد انتوا متخصصين في حاجه، يعني مش في كل المجالات طبعا. يعني احنا عندنا الاطفال بيجونا من جهتين اساسيتين، يا اما مع اسرهم، فاحنا عندنا برامج مخصصه للاسره بتجمع ما بين الاباء والاطفال مع بعض. كويس. تمام. او بيجونا من خلال مشاركه مع الاباء مع مع اولادهم طبعا. وبننظم مناسبات خاصه عشان يحصل هذا الجمع بشكل تعليمي مظبوط وثقافي. كويس. زائد المصدر الثاني اللي بيجينا منه الاطفال المدارس. اطفال المدارس، ودول بيجونا رحلات اليوم الواحد وبيجوا مع المدرسه، فبنربط المحتوى بتاع المتحف، المعروضات اللي موجوده عندنا والبرامج اللي بيقدمها المتحف بالمنهج المدرسي علشان ندعم دور المدرسه. يعني انتوا جاي لكم النهارده رحله من ابتدائي، تمام، فبتاخدوا المنهج الدراسي بتاع مثلا المرحله اللي جايه لكم
وتبداوا تشتغلوا عليها. احنا بنشتغل عليه وبنروح للمدرسه من خلال فريق التسويق بتاعنا، بنقول لهم احنا عندنا برنامج بيشرح بشكل افضل الجزء الخاص بكذا في منهج العلوم، في منهج الدراسات، في الرياضيات، في العربي، في اي منهج. فبالتالي الاطفال بيجوا يشوفوا. الاستجابه قد ايه يا استاذه فاطمه؟ كتير. يعني خليني اقول لحضرتك كتير، لدرجه ان في بعض المدارس الدوليه بتيجي تشرح اجزاء من المنهج عملي جوه المتحف عشان عندكم الامكانيات اللي يشرح عليها، اللي هي الوسائل التعليميه. الوسائل التعليميه والاستخدام العالي للتكنولوجيا واستخدام العالي لحواس الاطفال والاوراق النشاط وكل الوسائل اللي ممكن يشرحوا عليها المنهج التعليمي بشكل افضل. اهم المشروعات اللي انتم شغالين عليها دلوقتي، من يعني ايه الجديد عندكم في المناهج؟ كمان انا يعني جزء مهم قوي انه الطفل يجي ويشتغل بايده، وانا عارف انه ده عندكم كمان، يعني انتوا بتخلوا الطفل كمان تفاعلي اكتر غير انه هو يكون متلقي يعني، واحنا عايزين نبعد بقى عن التعليم بالتلقي بس، يعني بقت مشكله. دي حقيقه، احنا بنحاول نصلح ده شويه. في حته ان الطفل بيشتغل بايده، زي ما قلت في البدايه ان المتحف بيتكلم عن التراث المصري سواء الطبيعي او الثقافي. الثقافي فيه المادي واللي بنعرض فيه الاثار المصريه زي توت عنخ امون والاهرامات والمعابد، وفي التراث الثقافي غير المادي اللي منه الحرف التراثيه. احد مجالاته، المجال الخامس تحديدا في التراث الثقافي غير المادي، هو المهارات المرتبطه بالحرف التراثيه، وده اللي احنا بنحاول نصونه وبنقدم الملتقى بتاع الحرف التراثيه، الملتقى الثانوي واللي كانت دورته الخامسه السنه دي، السنه الخامسه على التوالي ليه، في متحف الطفل في خلال اجازه نص السنه. الحرف التراثيه اللي هي الحرف اليدويه طبعاً. الاشغال اليدويه، الفولكلور من كل محافظه، ده مهم قوي ان الطفل يبقى عارف ان ده طبعاً. نتاج بلده وطنه، ومهم جدا عشان نصون التراث ده، لان احد خصائص التراث الثقافي غير المادي انه لازم يحصل له نقل، ينقل للاجيال، وكمان يعاد ابداعه علشان ما نجيش نلاقي حرفة اندثرت وبالتالي اصبحت مش من تراثنا الثقافي. طيب. غير المادي. انتوا بتفرجوهم على ده، طب بتعلموهم ده؟ طبعا، لان الحرف اللي موجود بيعلم الاطفال، والاطفال بتبدا تقعد وتعملها، زي ما دايما بقول هي تجربه تعليميه ثلاثيه الابعاد، الطفل طرف والحرفي طرف والاداء اللي بيشتغل عليها طرف ثالث، والطفل بيشتغل بايديه بنفسه املا بسرعه شديده جدا، لانه الوقت جري مع حضرتك. استقبال الجمهور والطلاب والاطفال من كام لكام في هذا اليوم؟ يوميا الأمر. يوميا من الساعه 9 ل 4 كل يوم، وعندنا تشغيل مسائي بعد الظهر بيكون موجود، وبنعلن على صفحتنا دايما عن التشغيل المتحف بعد الظهر، يعني خميس وجمعه وسبت. إيه؟ متحف الطفل. متحف الطفل. نورتيني استاذه فاطمه، اشكرك. اشكرك. اكتر من رائع الحقيقه يعني، وخدوا اولادكم روحوا شوفوا، لانه هتشوفوا ابداع هناك في هذا المركز، مش احنا بس اللي بنتكلم عليه، الحقيقه كل اللي اتعاملوا مع هذا المركز، لانه الوسائل التعليميه والايضاح والافكار المبتكره كلها موجوده في هذا المركز، تقدروا تستفيدوا بيها. شكرا جزيلا لحضراتكم، بكره اسره جديده من مصر جميله، الى اللقاء.